شخصيات دينية واجتماعية للمحافظة. في إلنا 8 شباب لحزب اللواء السوري موجودين لحد إسا بسجون النظام. كمان هالمطالب لأهل هالشباب. ممكن هذا طلب لنقل سنقص؟ نعم، بدي أعطيك إياه أنا. أفكر شو جروب الحزب هذا نفسي أنا. Скажи ему, обязательно это. Со всем вниманием отнесешься. بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله. أولا دم السوري على السوري حرام. هذا قرار اتخذه أبناء السويداء. يلا عم اقرأ لك إياه. يلا مش راح يمدك، راح تعرف ترجمة؟ لا. يلا. هذا قرار اتخذه أبناء السويداء وما زالوا عليه حتى اليوم. ونظرا للتجاوزات الكبيرة التي تحدث ضمن صفوف الجيش من تمييز طائفي بحق أبناء السويداء وإجبارهم على دفع الرشاوى والأتوات للضباط، بالإضافة إلى رفض أبناء السويداء التورط بدماء إخوانهم من السوريين، فإننا نرفض رفضا قاطعا ذهاب أبناء السويداء للخدمة في الجيش. ونؤكد حصر خدمة أبناء السويداء ضمن المحافظة فقط، وذلك لحمايتها. ولنا تجارب مؤلمة وضحت لنا عدم صدق السلطة السورية والجيش، ومن أهمها تسهيلهم هجوم داعش على المقرن الشرقي في السويداء، حيث قام أبطال الدروز بتحرير القرى من متطرفي داعش في حين وقف الجيش متفرجا وكان له دور في تسهيل الهجوم. سؤال، يعني مشان داعش أنت تقول الآن داعش شو في الغربية أو الشرقية؟ بالشرقية. بالشرقية يوجد. نعم. يوجد مجموعة. نعم. تقريبا أنتم تعرفون كم عددهم تقريبا؟ مش معروف العدد، منتسبين من كثار. ولكن يوجد معلومات كثير. نعم. كروتش на западе но точное количество они не знают, но по информации их много. На западе здесь мы сейчас на западе. На востоке, на востоке. На востоке. Это ближе к каменной пустыне, спросите. Шартия. Шартия. Карибам я они сахар. النظام عم يسهل الهجوم انتم تعرفون اكيد امكان مكان نعم والنظام عم يسهل دخوله مشان نوصل له هالفكره النظام عم يسهل دخوله مشان نوصل له هالفكره النظام المخابرات عم يسهل دخول على الجبل من مخابرات يعني يدخل من هذا الافرع الامنيه بسوريا عم بتسهل دخولهم عم بتسهل لهم الطريق المخابرات تدعمهم بالسلاح والذخائر داعش وتعطيهم الحدود ليدخلوا الى الجبل الى المحافظه يعني شو الان انا افهم صحيح يعني هذا مجموعة داعش يعملون مع مخابرات؟ نعم تمويل مخابرات مخابرات مين؟ من سوريا. أول Это типа он, знаешь, как удивляет, это типа карточка безопасности, ну, документ, удостоверение. На самом деле он не работает с индивидуалом. Он сейчас сказал, что мухабарат работает с этими индивидуалами. Вы военный? Мухабарат аскари аукуллю. Мухабарат аскари, да? Военный. ومكتب الامن القومي مكتبي الامن القومي امن قومي هذا اسمه مكتب نعم علي مملوك بي الوالد فهمان شرعي اللي قتلوا قاسم سليماني رئيس الحرس الثوري الايراني اللي قتل بي وعلي مملوك
متى هذا كان؟ بال 2015 بتفجيرات السويدة. قاسم سليمان. قاسم سليماني وعلي مملوك رئيس مكتب الأمن القومي. إيه فهمتوا، علي مملوك قتل قاسم سليمان في 2000. علي مملوك وقاسم سليماني قتلوا بيي. تفجير. قتلوا بيي بتفجير. تفجير هنا في السويد. نعم قتلوا بيي. لأنه كان واقف ضد هالموضوع هذا. أنا ضد إيران. Меня интересует ИГИЛ. Мы услышали, что возможно, но мы можем, в принципе, помочь их уничтожить. Скажем так. Нам нужна по максимуму более подробная информация. Координаты, явки, пароли, ну это все. مكان أكيد أين هم وتقريبا أعداد يعني نحن سنحول يعني شل نشيل شل من يوجد عندكم معلومات بسبب إنجاب نعم يوجد سنحصل نعم ثانيا اخراج المجموعات المسلحه التابعه لحزب الله وايران من محافظه السويداء ورفض اي وجود ايراني في السويداء ومنذ هذه اللحظه يعتبر اي شخص يتبع لايران وحزب الله في السويداء هو هدف مشروع لنا كشفت الوثائق التي تم الحصول عليها من مقرات المخابرات العسكرية في قرية عتيل وسليم تورط الأجهزة الأمنية وعلى رأسهم فرع الأمن العسكري بسويداء وفرع أمن الدولة بدماء أبناء الطائفة الدرزية بدءا من عمليات خطف وسلب ونهب وفرض أتاوات على المدنيين وتجارة المخدرات ونشرها بين أبناء السويداء بالإضافة لإدارة بيوت الدعارة دون نسيان جرائم القتل التي أمر قادة الأفرع الأمنية ونفذها عناصر تابعة لهم بحق أبناء طائفة الموحدين الدروز وعليه فإننا نعتبر هذه الأجهزة بمثابة عدو لطائفة الموحدين الدروز وبقاؤها في السويداء بات مرفوضا بالنسبة لنا رابعا إطلاق سراح المعتقلين من أبناء السويداء من سجون السلطة السورية الجميع دون استثناء أي أحد منهم بوقف الاعتقال التعسفي بحق أبناء المحافظة باستثناء المتورطين بتجارة المخدرات وأعمال السلب والنهب وغيرها من رابعا إطلاق سراح المعتقلين من أبناء السويداء من سجون السلطة السورية الجميع دون استثناء أي أحد منهم بوقف الاعتقال التعسفي بحق أبناء المحافظة باستثناء المتورطين بتجارة المخدرات وأعمال السلب والنهب وغيرها من الأعمال الإجرامية رفض سياسة التهجير الممنهج الذي تمارسه السلطة السورية بحق أبناء السويداء عبر حرمانهم من أبسط الخدمات كالمياه والكهرباء نتيجة فساد الشخصيات القائمة على مؤسسات الدولة حيث تقوم السلطة السورية بتعيين الفاسدين بشكل مقصود وتطلق يدهم بالسرقة والنهب بالمال العام مقابل تنفيذ خططها بدفع أبناء السويداء نحو الهجرة بات واضحا أن من يحكم سوريا اليوم هو الفساد والرشوة والإجرام